ما هي مؤهلات وتطلعات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وإنعاش سوق الشغل؟ وكيف تساهم الوكالة من خلال هيكلتها الجديدة في تنزيل مخطط التسريع الصناعي وتفعيل مقاربتها التعاقدية مع شركائها؟ وما هي أدوارها في جلب ومواكبة الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المغربية؟ أسئلة من بين أخرى يجيب عنها ضيف لودوز السيد هشام بودرا المدير العام بالنيابة للوكالة التي أضحت على عهد الوزير الوسيم مولاي حفيظ العالمي واحدة من بين التجارب الرائدة عالميا في الترويج الاستثماري. ضيف لودوز في الأوقات التالية. We'll be right back.